أهلا بكل طلبة التالتة ثانوي معانا، والنهاردة هناخد الوحدة التالتة من كتاب إيطاليانو. فهنشوف مع بعض كده عشان منضيعش وقت، أنا عارفة إن الامتحانات قربت. نشوف الكلمات مع بعض أو لبارولة. عندنا هنا تشيتاري يقبل، كونفينشر يقنع، ديتشيدر يقرر، يبدأ كومينشاري يعزل، سوناري يقدم عرض أفريري، يشارك بارتيشيباري يقدر، بوتيري يفكر، بنساري يخبر، إنفورماري كريدر يعتقد، ويسبق بروتشيدري يرفض، ريفيوزاري يغني، كانتاري يصطحب، أكومبانياري يحضر، بورتاري يدخر يعني يحوش، ريسبرمياري يختار، شيريري يستخدم، مزاري يهدي، ريجالاري يكشف يعني يكشف حاجة، ريفاليري ريفالاري ويطفئ، سبينيري يطفئ نور مثلا. بعد كده عندنا تعبيرات زي افولت اللي هي احيانا، افيري ونيديا يكون عنده فكرة، كونتاري شو يعتمد على، دا جوفاني اي لما كان شاب، فداري فاستيديو يزعج، اس ريبورتاتو بير يميل الى، لا ستيسا كوزا نفس الشيء، لامباديني اباسو كونسوم اللي هي الليد او اللمبات الموفرة، ان ميتسو الفيرد يعني في وسط الخضرة، ان بايو دي فولتي مرتين، لا سوليتا كانسوني الاغنية المعتادة، كون رابيا بغضب. طيب عندنا بقى شوية مفردات، أبروبوزيتو بخصوص، كامبانيا الريف، كانتانت مطرب أو مطربة والاتنين بيستخدموا المذكر والمؤنث، كاريرا مهنة، كونكورس مسابقة، إنرجيا سولاري طاقة شمسية، فان أو فانس اللي هي مشجع أو مشجعين، إديالي اللي هي مثالي أو حاجة مثالية، الكليما المناخ. نلاحظ إن الكليما دي كلمة irregulare، الكلمات اللي بتنتهي ب ام ا الأداة بتاعتها بتكون il. بعد كده protezione delle foreste حماية الغابات، auto elettriche يعني السيارات الكهربائية، il prossimo passo الخطوة القادمة، per il momento في الوقت الحالي، contrariamente على العكس، l'aria condizionata يعني التكييف، problemi ambientali المشاكل البيئية، cassonetto صندوق النفايات، والrifiuti النفايات. بعد كده التنوير illuminazione يعني الواحد ينور فكر حد، infatti في الواقع، magari يا ريت، ميكا ده يعني معناها ولا حاجة يعني حاجة للنفع، بيانيتا الكوكب طبعا احنا عايشين على كوكب الأرض، بيتورا الرسم، جويا فرحة، بروفا تجربة، ريماركو اللي هي الحسرة. بعد كده نشوف الديالوج اللي عندنا، امبيانتي اد ايكولوجيا يعني البيئة خلاص والحياة البيئية. هنا ده ديالوج ما بين أليسيا وكيارا، فلما بتقول لها ايه اوك شوية كية، ora che abbiamo deciso di partecipare al concorso che facciamo، بتقول ايه دلوقتي خلاص احنا قررنا اللي abbiamo deciso di partecipare المشاركة al concorso في المسابقة، che facciamo يعني نعمل ايه. فكيارا بتقول ايه il prossimo passo sarà scegliere una due canzoni e poi، فبتقول اول خطوة الجاية هتكون ان احنا نختار اغنية ولا اغنيتين. فجوليا بترد بتقول ايه cominciare le prove هنبدأ البروفات. a proposito على فكرة راجا يعني كلمة راجاتسي بس دي اختصار، le prove dove le facciamo احنا هنعمل بروفات فين، ميكا possiamo farle a scuola احنا منقدرش حتى نعملهم في المدرسة. ام رد دينو قال ايه infatti في الواقع، io ho un'idea انا عندي فكرة، possiamo andare alla casa che hanno i miei in campagna نقدر ان احنا نروح البيت، امي يعني بابا وماما اللي عندنا في الريف يعني، ليه هناك non daremo fastidio a nessuno مش هنضايق حد،
Chiara hatrod dalet olo pravdino يعني شاطر يا دينو لو سابيفو كي بوتيفامو كونتاري سو دي تي كنت عارفة ان احنا نقدر ايه نعتمد عليك. A volte احيانا hai delle illuminazioni يعني احيانا انت عندك افكار لامعة. بعد كده دينو بيقول non a volte sempre لا مش دايما possiamo anche usare la tastiera di mio padre يعني احنا برضو نقدر نستخدم البيانو بتاع بابايا. ردت عليه أليسيا قالت له ايه تو بادري سونا لا تستيرا يعني باباك بيعزف البيانو. راح دينو قال لها لو سونافا ده تشوفي كان بيعزف عليه وقت ما كان لسه شاب قال بيانو فا من كام سنة لا رجالات أمي أهداني إياه يعني مع io non sono molto portato ولكن انا مكنتش متعود. جه باولو دخل في الكلام قال ايه ما تشيرتو كي سي بورتاتو بير لا تستير يعني اكيد انت اتعودت يعني عليها. كل ده الكمبيوتر يعني كان بيقول يعني انت اتعودت برضو على الكيبورد بتاع الكمبيوتر non ti ho mai visto suonare uno strumento musicale انا ما شفتكش ابدا بتعزف اي اله موسيقيه. رد ديرو بيقول ايه بيرو مي vedrai cantare ولكن انت هتشوفني بتغني كموك على اي حال questa tastiera non sarà nuovissima ان الكيبورد يعني او الاورج ده مش هيكون جديد جدا ما forse ولكن la possiamo usare anche al concorso ولكن نقدر نستخدمه في المسابقة. جا جولي قالت magari يا ريت allora dove questa casa فين البيت ده. راح دينو قال لها بيتشينو سيستو فيورنتينو قريب من منطقة اسمها سيستو فيورنتينو براتيكامنت ميتسو الفيردي يعني في وسط الخضرة. فجوليا بتقول ايه ايو تشي سونو ستاتا انا كنت هناك ايه بلليسيما جميلة جدا ما كومي تشي عنديامو دينو ولكن ازاي نقدر نروح هناك. فراح دينو قال فورسي تشي بو بورتار ميو بادري يعني بابا يقدر يودينا lo devo ancora convincere lessa lesen aqnahu fa baul bjul e non sarà difficile مش الامر مش هيكون صعب. Se capisce che da questo dipende la tua carriera di cantante ان الامر ده بيعتمد على السيره المهنيه بتاعتك كمغنيه وعمال يتريق عليه فبيقول دينو بيقول infatti pensavo la stessa cosa في الواقع أنا كنت بفكر في نفس الشيء. طيب هنشوف بقى درس الجراماتيكا معانا كده. بس قبل درس الجراماتيكا هنشوف ايه عندنا. درس الجراماتيكا عندنا ايه برونومي ديريتي او الضمائر المباشرة. الضمائر المباشرة دي تحل محل حاجة في الجملة يعني مثلا عندنا في العربي لما نقول ايه جاب لك الكتاب بقى نقول اه جابولي الهولي دي هي بقى الضمير دي برضو موجودة في الايطالي. فعندنا الضمائر المباشرة بتحل محل العاقل وغير العاقل. طيب هنا بيقول لك بيستخدم عندما نكون قد ذكرنا المفعول في الجملة الاولى ولا نريد تكرار يعني احنا مثلا قلنا حاجة في الجملة فلما نيجي نرد بقى مش عايزين نكررها خلاص. يعني لما نقول مثلا قابلت مريم وعزمتها على الحفلة الها دي عايدة على مريم. طيب فين بقى أماكن الضمير؟ بيكون قبل الفعل المتصرف يعني مثلا لما نقول ايه لو كونسكو أو بعد الفعل ممكن أقول مثلا ايه انفيتار لو خلاص أو ملازقة المصدر برضو اللي هي انفيتار لو. ماشي هنا عندنا مثلا نشوف كده بعد في جملة ايه voi invitare Paolo انت عايز تعزم باولو هيقول ايه سي لو voglio invitare ايوه انا عايز اعزمه زي ما احنا شايفين ان اللو دي عايد على باولو اللي هي المفرد المذكر او سي voglio invitarlo ايوه انا عايز اعزمه. شكل الضمائر بتكون مختلفة بمعنى ايه قبل الفعل زي ما احنا شايفين مي تي لوي لي نوي voi loro بعد الفعل سكوزا بعد الفعل زي ما احنا قلنا مي تي لوي لي نوي فوي لورو. قبل الفعل بقى تبقى مي تي لو لا وتشي والفي واللي واللي
طيب زي ما احنا شايفين ان لا بتحل محل المفرد المؤنث. بعد كده لي بتحل محل جمع مذكر، واللي بتحل محل الجمع المؤنث. زي ما احنا شايفين ان الضمير لا بيستخدم في صيغة الاحترام، يعني مثلا ايه ديكو على سينيورا اميرة، سينيورا اميرة لا بريبو، يعني بستأذن حضرتك دي اسبتار انك تستني. وبرده مع المذكر لما اقول ايه سينيور ماجدي لا ايترو ايو اترو غاري الاسترادة، اساعد حضرتك عشان تلاقي الشارع. شوف بعد كده عندنا هنا، معلش الصفحة مقلوبة بقى، هنا بيقول ايه ضمير لو ممكن يحل محل جملة كاملة مع فيربو، زي فيربو سابيري لما اقول نون لو سو. طيب نيجي بعد كده عند السيتواتسيون، خلاص لما وقت لما اعبر عن سعادة هقول كيتل لايبيا، خلاص يعني يا لها من فكرة جميلة، او كيبيلا سوربريزا يا لها من مفاجأة، كيبيلا جورناتا يا له من يوم، كيبيلو ياه ده حاجة حلوة، كيبيلا نوتيتسيا يعني يا له من خبر جميل، كيفورتونا يعني يا له من حظ. بعد كده عندنا مثلا لما نقول ايه اوفينتو الكونكورسو موزيكالي، يعني انا فزت بالمسابقة الموسيقية، penso di organizzare una festa a casa mia، بفكر ان انا مثلا اعمل حفلة في بيتي، فهتبقى يا كيبيلا ايديا، خلاص. طيب الحاجات بقى اللي بتعبر عن الزعل خيبة الامل هي هنا بيرسبريمي دي سابونتا او راميريكو ديكو، مثلا بيكاتو يا خسارة، كيبرو تانديتسيا يعني له من خبر سيء، مناجا زي معنى بيكاتو، كيرافيا يعني لو شيء يبيز، واتشلنتي اتشلنتي يعني هي خسارة برضه، طبعا هي جاية من كلمة ايه اتشلنت اللي هي الحادثة. بعد كده اخر حاجة عندنا بيرسبريم الاكورد، لو انا موافقة على حاجة هقول ايه سي بروبري كوزي، بيروفريري ايوتو ديكو وانا مانو عايز مساعدة، او تبوستو ايوتاري اقدر اساعدك، بير اتشتاري ايوتو اي كولابوراتيوني علشان اقبل التعاون هقول ايه فولنتير، او بكل سرور. دي كانت الوحدة التالتة بالجراماتيكا اللي هي الضمائر المباشرة، وحد عنده اي اسئلة يسيب لي سؤاله في الكومنتات وانا هجاوب عليه، خلاص. وان شاء الله مرة جاية هنشرح الوحدة الرابعة برضو كتاب بإيطاليانو، وكتاب شغال معانا يعني اللي هي ايه بتاعت أمبيانتي إد إيكولوجيا. تمام كده، لما أشوفكوا قريب، تشاو.